في الدورة 18 لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة بالعاصمة السنغالية داكار، أعلنت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمبعوث الوزاري لمؤتمر المناخ كوب 27 عن مشاركة مصر في تحالف الميثان بحضور جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، والذي يتناول الدور الحيوي لغاز الميثان في الحفاظ على الوصول لمستقبل مناخي آمن. وأكدت وزيرة البيئة أن مصر تولي اهتماما بدور قطاع الغاز والبترول في مجال الانبعاثات ومواجهة آثار تغير المناخ، مشيرة إلى دور قطاع إدارة المخلفات في انبعاثات غاز الميثان، حيث تساهم الإدارة غير الرشيدة للمخلفات في إنتاج نسبة 20% من حجم انبعاثاته. وأشارت وزيرة البيئة إلى الفرصة السانحة في القارة الإفريقية للمساهمة في معالجة قضية الميثان العالمية، والتي كانت إحدى النتائج الرئيسية لمؤتمر جلاسكو للمناخ كوب 26، بالتأكيد على ضرورة التركيز على أنواع محددة من الغازات مثل الميثان لمواجهة تغير المناخ بشكل فعال. وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر تسعى لإطلاق مبادرة عالمية للمخلفات بحلول عام 2050 من مصر إلى أفريقيا، بهدف تحقيق تأثير عالمي في مجال إدارة المخلفات من خلال توحيد الجهود والخبرات المحلية والإقليمية والعالمية، وخلق جهد تعاوني لم يسبق له مثيل في أفريقيا لمحاربة أحد أكبر تحدياتها وهو تغير المناخ. وحثت الوزيرة المجتمع الدولي للمشاركة في هذه المبادرة ضمن جهود خفض انبعاثات الميثان، موضحة أن هذه المبادرة تأتي ضمن مجموعة من المبادرات العالمية تطلقها مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ الذي تستضيفه في شرم الشيخ في نوفمبر القادم. ينضم لي في استوديو من القاهرة لهذه الليلة دكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب. أهلا بحضرتك دكتور. أهلا مجدي. وسهلا، شرفتنا. أنا عايز أبدأ مع حضرتك بتحالف الميثان، ما هو هذا التحالف وما أهميته على المستوى العالمي؟ هو في تحالف للبترول، وفي تحالف للفحم، وفي تحالف للطاقة الجديدة والمتجددة النيو رينيوبل انرجي. من ضمن النيو رينيوبل انرجي الطاقات الجديدة غاز الميثان. غاز الميثان بيطلع نتيجة عملية تخمر عادية جدا، يعني ممكن يطلع من بقايا الأكل في المخلفات الصلبة. وعلشان كده على فكرة اخوانا اللي في منشية ناصر لما بتروح لهم المخلفات بيعملوا سكرينينج، ياخد الورق ورق وياخد اللي بيسموه النبش. النبش ده بيبقى عندهم صناعة، بيحول الورق لوحده ودي مصانع الورق، ويحول العظم لمصانع الغيرة، ويحول بقايا الزجاج لمصانع الزجاج. في نفس الوقت الجزء اللي انت بتشم ريحته هناك او انت جنب اي يعني قمامة، الريحة دي اللي طالعة تخمر حصل. صحيح غاز الميثان ملوش ريحة، لكن انت التخمر بتاعه ما بيطلعش الا لما الريحة دي تطلع. ولما يقول لك والله ده كوم الزبالة ده ولع، تعرف ان الميثان ولع. واول هو في الغابة حتى، يعني الحرائق اللي بتحصل في الغابات معظمها بسبب غاز الميثان، ان ورق رطب نزل على ارض بتاع الشجرة وهذا الورق الرطب تخمر، فلما تخمر طلع غاز الميثان. غاز الميثان فيه خاصية، اول ما يشم الهواء يولع لوحده، فولع في شجرة بيروح مولع بقى زي ما حصل في كاليفورنيا واسبانيا وحصل في فرنسا. ما دي كانت من ضمن الظواهر اللي حصلت في الظواهر المناخية الحادة في الفترة الأخيرة، اللي هي ظواهر زي ما بيقولوا جفاف الأنهار فيها. فغاز الميثان من الغازات اولا اللي هو ثبت ان انت تقدر تحوله الى طاقه اخرى، ومصر حاليا وزاره البيئه بتخطط انها تعمل توليد كهربائي منه، وفي نفس الوقت الفلاح المصري يحول المخلفات بتاعته لبيوجاز، والبيوجاز بيطلع فيه غاز الميثان، وغاز الميثان والبيوجاز بيطلعوا فيه البوتاجاز بتاع الفلاح كانه جايب انبوبه بوتاجاز. ووفرت له على فكرة، ده بتكلم على تجربة شفتها بنفسي يعني، وانه في حوالي 30 قرية في الصعيد، وهذه الفلاحة بتلاقي بدل ما هي بترمي المخلفات الانتاج الحيواني والزراعي ويتولع في بقايا القصب وبقايا القش،
القش بتاع الرز بيرجع هو يحط كومه كده، الكومه دي لما بتتخمر يتحط عليها بعض المواد يطلع منها غاز الميثان يتجمع في ماسوره بفتحه صغيره على الكفر بتاع هذه الحفره، يوصل للست البوتاجاز بتاعها ويوفر لها فلوس. طبعا بيوفر لها في الشهر حوالي 250 ل 280 جنيه بدل ما تشتري انابيب البوتاجاز، وعلى فكره انتشرت في كثير من القرى المصريه. لكن غاز الميثان كمان له يعني استخدامات كتيره على مستوى اكتر بقى، يعني ممكن تولد منه كهرباء، انت مش ده هو غاز من ضمن على مستوى بقى يعني التجميع بشكل يعني كبير وممنهج وبشبه محطات، يعني محطات توليد طبعا شركات كبرى، يعني انا معلومات ان وزاره البيئه بتخطط لانشاء يعني محطه توليد كهرباء من المخلفات في منطقة وسط الدلتا. طبعا المسألة هنا بتكون على جانبين، الجانب الأول ان احنا بنتخلص من المخلفات في يعني في جانب، والجانب الآخر لا نتخلص فقط من المخلفات لكن نحصل على قيمة مضافة منها اللي هي الطاقة المتمثلة في غاز الميثان. لا هو غاز الميثان طلع لك طلع لك، يعني انت عندك مثلا 26 ألف كيلو متر جوانب ترع وفرع نهر النيل. هذه الجوانب اللي احنا بنقول عليها الحد الطينة مبلولة، الطينة مبلولة ده يعني طالع منها غاز الميثان على طول، فانت عندك 26 ألف كيلو ممرات على كده كل كده هيصدر وهيطلع في هواء. وانت في الزرع بتاعك حاطط الرز، زرع الرز ومخمره ميه، اول ما اقول لك كلمه فيرمنتيشن وتخمر تعرف ان غاز الميثان طلع، فهو طالع لك في كل وانت على شط بحر المتوسط. الشط بتاعنا فيه متوبس ما بين فرعي رشيد ودمياط بيطلع لك غاز الميثان، الجزء الطين ده بتاع الشاطئ على في القرى بيطلع غاز الميثان، هو طالع من كل حته فيها تخمر. لو التخمر ده عباره حتى بقايا يعني بقايا حشائش طالعه على جانبي الترعه واختلطت بالميه واختلطت بالتربه طلع منها غاز الميثان، فما بالك بقى في الانتاج الحيواني. انت عندك انتاج حيواني ضخم، انت تقريبا 75% من انتاجك تغذيه داخليه، ال 75% انتاجك احنا لا مؤاخذه بنحسبها بعدد الابقار، واحنا بالنسبه لنا عدد الابقار اكبر منتج لغاز الميثان، سواء بالاجترار بتاع البقره نفسها او سواء بمخلفاتها، الاثنين بيطلعوا غاز الميثان. فغاز الميثان معاك في الرز ومعاك في القصب ومعاك في الانتاج الحيواني ومعاك في الترع لوحدها من غير اي انتاج، كل ده ممكن احنا نستخدمه في توليد طبعا. طيب يا دكتور نرجع لفكره تحالف الميثان او الميثان، ما هذا التحالف؟ يعني هو التحالف مشكل ليه ومشكل من مين؟ زي الاوبك، يا الاوبك مش اتشكلت عشان بتحالف البترول وكان زمان الفحم ده هو المسيطر قبل البترول، كان برضو تحالف الفحم، بقى عندك وقود جديد بتعمل له تحالف الميثان، هو مختلف طبعا تماما عن البترول ومختلف عن المازوت التقنية، يعني التقنية والنوع. نعم يعني انت بتاخده كمصدر زي ما بيقول لك برضو الغاز الحيوي، وما هو الغاز الحيوي برضو كأنك انت الغاز الميثان مشغله برضو بيمارس دور الغاز الحيوي، بس الغاز الحيوي انت بتاخده من مصدر اخر. هذا الغاز اللي طالع من الميثان اولا هو طالع ده انت شطارتك كدولة انك بدل ما تسيبه يتحرق تمسكه، وعشان تمسكه ليه تقنيات، وهذه التقنيات ليها تكنولوجيا وليها شركات خاصة. ويمكن ان انت عشان تعمل تحالف ده هيخلي لأفريقيا دور آخر بقى، أفريقيا عندها دول فيها بترول وعندها دول فيها غاز طبيعي وعندها دول فيها ميثان وعندها دول فيها فحم، فبتزود ما يطلق عليه الميثود ميكس. كل دولة من دول العالم وكل قارة من قارات عندها خليط الطاقة بتاعها منين، يقول أنا خليط الطاقة بتاعي ما ينفعش تقول كله بترول، جزء منه بترول وجزء منه فحم وجزء منه غاز ميثان وجزء منه مخلفات زراعيه وجزء منه مخلفات بلديه. فغاز الميثان يشكل الان طاقه صاعده في نطاق العالم كله، ده غير تحوله الى يعني سواء توليد كهربائي او انتاج باي برودكتس منتجات اخرى. فهو في عده مزايا، اولا لان هو في الكربون وفي الهيدروجين ولما بيتحلل برضه بيعمل غازات اخرى، فحتى الباي برودكتس بتاعته مفيده. على مستوى التقنيه اللي حضرتك ذكرت انها لابد تكون موجوده عشان نستفيد منه، هل اقتصاديا مجزيه حاليا ولا ربما لسه تكنولوجيا جديده فالى حد ما مرتفعه التكلفه؟ لا مجزيه
وعلى فكرة برضو يعني وزير البترول ووزارة البترول وشركات البترول اللي عندها، ما احنا خلي بالك في عندنا برنامج طموح اسمه الطاقة الجديدة والمتجددة، ده عكس طاقة الأحفورية القديم. يعني الناس بدأت بتقول أنا كوزارة بترول في مصر ما بعتمدش على الفحم والبترول بس، دي اسمها إيه؟ الطاقة التقليدية، لكن بعمل طاقة خاصة بطاقة مائية من المساقط المائية، السد العالي والقناطر، وبعمل طاقة طالعة من الرياح، إن مجرد إن أنا أدور هذه المروحة تعمل لي طاقة، وبعمل طاقة شمسية زي محطة بنبان في أسوان، وزي عندنا دلوقتي في الصعيد في المشروع اللي أنا بزوره وتابع وزارة الزراعة، بيشرف عليه السيد وزير الزراعة ونائبه، في أكتر 30 قرية مشغلة أكتر من 350 محطة طاقة شمسية بترفع المية من الترعة وتوصلها لغيط، والفلاح المصري النهاردة هو اللي بيعملها مينتنس. ما كنا الأول بنجيب من الشركة، تروح تجيب شركة من العاصمة وبتاع، لا دلوقتي الولاد الشباب اللي طالعين عاملين ورش لتصليح حتى الفوتو فولتج بتاع الطاقة الشمسية. فالطاقة الجديدة والمتجددة، ووزير البترول على فكرة مديلها شير كبير تصاعدي، بحيث ان هو كل ما يزود في الطاقة الجديدة والمتجددة يقلل في الوقود الاحفوري البترول والفحم. احنا يعني غالبا ان شاء الله في سنوات قليلة هنوصل 45% من خليط الطاقة عندنا طاقة جديدة ومتجددة، وعلى رأسها الميثان. طيب مصر أعلنت انضمامها ومشاركتها في تحالف الميثان، في نفس الوقت احنا داخلين على COP27 وفي تحركات مصرية على كل المستويات للحديث مع العالم وللتنسيق مع الدول والحكومات والمنظمات البيئية والدولية استعدادا لهذا المؤتمر. في تصور حضرتك أو القيمة اللي ممكن يكون لغاز الميثان ضمن COP27 وزنه النسبي تقريبا قد ايه؟ لا وزنه كبير، لانك انت بتريستوريشن زي ما بيقولوا، بتستعيد طاقة مفقودة. نعم. فانت ده مجرد ان انت بتستعيدها، ده مكسب ليه ما يطلق عليها منظومة الطاقة الجديدة والمتجددة، وفي نفس الوقت مكسب ان انت بتقلل التلوث. نعم. فانت بتحرقه بس تحريق حرق منظم. نعم. وبتدخله في طاقة بس طاقة منظمة وبتكنولوجيا نظيفة كلين. فانت اولا بتقلل حجم التخمر اللي حاصل من المخلفات الزراعية ومن المخلفات الانتاج الحيواني ومن المخلفات المنزلية بكل انواعها، بالاضافة الى الانبعاثات الطبيعية من الشواطئ وما يطلق عليها السبخات والبرك، زي انت مثلا البحيرات بتاعتك دي كلها، سواء بحيرة قارون او بحيرة المنزلة او ايدكو، مجرد ان المية الراكدة دي على الطينة بتطلع لك غاز الميثين. فاستخداماتك انت لهذا الغاز بالاضافة الى ما يطلق عليه خليط الطاقة المصرية، بحيث ان مصر ما تعتمدش على نوع واحد. من الخطر ان الدولة تقول انا بعتمد على بترول فقط او على غاز طبيعي فقط او على كهرباء فقط، لازم الدولة كل دول العالم تقول انا عندي عدة مصادر لتوليد الطاقة، والا كان ممكن الناس يعني تبقى احنا مصر تعبة نفسها وبتطلع الغاز الطبيعي وبتصدره وعامله له كومبريسد، انها بتجمد الغاز الطبيعي في مراكب مخصوص عشان توصلها البر الثاني في اوروبا، وممشيه مواسير مع في الشراكه مع الدول في اليونان وغيرها من الدول عشان تطلع تصدر منها الغاز الطبيعي. فانت لازم الدوله بتعمل خليط، واحنا دلوقتي داخلين على مش داخلين، ده مصر وقعت الرئيس من 4 ايام شركات كبرى دخلت وقعت على الهيدروجين الأخضر والهيدروجين الأزرق، وده هيبقى وقود صاعد جديد ينافس كل أنواع الوقود التقليدية. فخليط الطاقة ده يشكل لكل دولة على مستوى العالم مسألة زي الأمن القومي. انت مينفعش كل مرافقك مصانع ومنازل وطرق ومترو وقطارات وسيارات كلها شغالة بالطاقة، ما تقدرش أبدا تتجاهل كل نوع من انواع الطاقة الجديدة، واي نوع حتى من انواع الطاقة الجديدة طالما ان هو هيبقى تكلفته هتبقى بي ريستورد، وانا ممكن اصرف النهاردة لمدة 5 سنين بعد كده اداني 20 سنة اكسب منه، مش معنى ان انا انفقت مثلا 2 مليون ولا 10 مليار او 1 مليار دولار في مشروع
بتوليد الطاقة، لا ده تعرف ان ده مشروع كسبان لانك هتسترد الفلوس بس على مدى زمني يعني مش بعيد، يعني اقصى حاجة بتاخد 4 سنين 5 سنين. هل فعلا ان معظم مصادر الطاقة النظيفة او الجديدة او المتجددة ممكن التعامل فيها على سكيل او على مقياس صغير يقترب الى مقياس البيت او الأسرة؟ يعني زي مثلا الطاقة الشمسية، ان انا ممكن اعمل وحدات توليد طاقة شمسية منزلية، يعني استعين بيها لتوليد مثلا كهرباء تكفي الإنارة الأساسية في البيت، او اعمل مثلا استخدمها في أنظمة ري بسيطة لو عندي جنينة بسيطة للبيت. هل فعلا معظم الطاقة ومن ضمنها مثلا غاز الميثان ممكن تطبيق ده على الوحدات الصغيرة، بحيث ان احنا ندعم الناس اكتر، ننشر هذه الثقافة اكتر، ويأتي بعد كده او ويأتي بالتوازي دور الدولة في المشروعات الكبرى اللي بقى ممكن فعلا نشغل منها محطات يعني او ننتج منها طاقة كبيرة لملفات اهم واكبر؟ لا، طاقة الميثان والبايو جاز في القرى، وزارة البيئة وحتى رئيس جهاز البيئة الحالي الدكتور أبو سنة كان هو ماسك المشروع بتاع البايو جاز والغاز الحيوي، وده على فكرة ما وزارة البيئة شغالة عليه دلوقتي بقالها 4 سنين. تجد في كثير من القرى، يعني تلاقي في كثير من القرى موجود الحفرة بتاعة المخلفات الزراعية، وموجود فيها الست نفسها الريفية مش الفلاح، هي بنفسها عارفة مجرد حفرة بتيجي للشركة المتعاقدة معها الوزارة بتعمل على الحفرة دي مظبوط تكنيكالي، وتعمل عليها الكفر اللي هو المحكم ده، وبتطلع منها فتحة صغيرة بخرطوم واصل للبوتاجاز. البوتاجاز زي ما هو، انت كل اللي عملته غيرت أنبوبة البوتاجاز بأنبوبة البيوجاز، وهذه الأنبوبة بدل ما بتجيب أنبوبة البوتاجاز بمبلغ كذا، هي تقريبا وفرت للست في الشهر 182 جنيه حسب اللي عندنا، وفرت للسيدة الريفية استخدام مخلفات الزراعية والمخلفات المنزلية في بايوجاز. ده البايوجاز. طب الميثان؟ لا، ما هو الميثان جزء من المنظومة. الميثان لسه عشان تشغله لوحده كده في يعني في برامج معينة طبعا هيبقى فيه توسعات أكتر، لكن هو أساس الغاز اللي طالع كوقود من التخمر، هو احد الغازات الرئيسيه، بس بيطلع معاها كربون. يعني عشان يوصل بقى لصوره طاقه تستخدم. طبعا لك هو بيطلع معاه اكسيد كربون واكسيد كبريت، وطالع معاه H2S، وطالع من معاه حوالي 6-7 غازات اخرى. فانت عايز تعمله لوحده في مسار لوحده، ده عايز تكنولوجيا اخرى. لكن بالنسبه لاستخدامه في منازل اخواننا الفلاحين والسيده الريفيه، انت مش محتاج فصله حاليا، انت بتاخد التخمر الغازات اللي طالعه زي ما هي، ومنها اساسي غاز الميثان، وبيشغل لك البوتاجاز بدل ما بتجيب انبوبه البوتاجاز، فهو ارخص. لكن بقيت انك عشان تعمل بيور يعني غاز الميثان لوحده، طبعا لسه التكنولوجيا دي يعني مصر تعاقدت عليها، لكن عشان تصنعه لوحده وتفصله ما زالت مصر بتشغله في هذه التكنولوجيا عشان تعرف تستفيد من كميات اكتر منه، وما تسمحش لكميه منه انها تتحرق في الهواء. معنى كده ان ادارتنا للمخلفات سلاح ذو حدين، ربما تساعدنا الاداره الرشيده للمخلفات في الوصول بمنظومه انتاج غاز الميثان الى صوره طيبه او نهج طيب، واحيانا الاداره غير الرشيده تضيع علينا الفرصه، مش كده؟ طبعا، لكن اعتقد انه مصر عندها تجربه قديمه في هذا المجال، وكان في تجربه في مقلبين للقمامه، مقلب كان في اسكندريه ومقلب كان في ناحيه منشيه ناصر في القاهره، والتجربتين نجحوا جدا في السيطره على المخلفات واستغلال اللي هي ما لا يمكن تصنيعه في توليد الطاقه، سواء طاقه اللي طالع منها البيوجاز او حتى غيرها من الانواع الغازات. لكن إدارة المخلفات الصلبة في مصر بدأت بالفعل بقالها 3 سنين. ودلوقتي على فكرة في شركة لغرب القاهرة وشركة شمال وجنوب اشتغلوا في محافظة القاهرة، شركات قطاع خاص، وهذه الشركات ما بتحرقش المخلفات، ولما بتسلم للمدفن، يعني حضرتك لو رحت مدفن العاشر من رمضان مثلا هتلاقي حاجة زي ما بيقول الكتاب، مفيش حاجة اسمها بقى الولعة وانت ماشي شايف
مداخن والى اخره. وحتى منشيه ناصر نفس الوضع، بقت دلوقتي معدات التدوير اكتر من بقايا الحرق، وبيعملوا مثلا يعني البلاستيك اللي بيجمعوه وبيجرشوه بيبيعوا الطن ب 2000 جنيه بدل ما بيستوردوه ب 7000 جنيه، وده اسمه ريسايكلينج، وانت بتعمل اعاده تدوير للمخلفات، من ضمنها على فكره اللي احنا بنعمله مع الميثين هو ريسايكلينج لغازات كانت بتهرب، كانت بتروح منك على الفاضي وانت بتعيد استخدامها. فهي قضيه المخلفات احنا طبعا ما بنقلش في السنه عن 40 45 مليون طن مخلفات، يعني طبعا غير المخلفات الزراعيه، لان احنا عندنا 10 مليون فدان على مرتين، لو انت حسبت لكل فدان طن حتى ولا 2 طن مخلفات زراعيه، فانت بتوصل لحوالي برضو 50 مليون طن مخلفات زراعيه. فاجمالي مخلفاتك البلديه والزراعيه يعملوا لك حوالي يمكن 100 مليون طن. نعم. 100 مليون طن دول لو انت عرفت تحولهم لمنشأة تعمل بالغاز الميثان هتستغنى عن 40% من البترول والفحم. 40% ممكن من البترول والفحم. طبعا لو استغليت الكمية دي من اللي بنستخدمه حاليا من البترول والفحم. لو انت ما ولعتش. ان احسن استغلال المخلفات لانتاج غاز الميثان. طبعا. او الغازات او انواع الطاقة الاخرى. طيب. ماذا عن يعني تأثيرات غاز الميثان على الاحتباس الحراري كجزء من الغازات الدفيئة؟ لأنه المتهم الأول دائما هو الأكسيد الكربوني، لكن غاز الميثان له دور أيضا في مسألة الاحتباس الحراري. والله لو حسبتها هتطلع المتهم الأول غاز الميثان أكتر من الأكسيد الكربوني، لأن أنت حسب لي شواطئ المحيطات وشواطئ البحار ومساحات الغابات اللي هي في المناطق الاستوائية، واحسب لي مساحات المزروعه، واحسب لي كميه المخلفات اللي بتتحرق، اقول لك لا ده غاز الميثان هياخد المرتبه رقم واحد في غازات الاحتباس الحراري. بس هو ده عيبه، بس ميزته انه اقل غاز من غازات الاحتباس الحراري بقاء في الغلاف الجوي بالكتير 14 سنه، لكن الكربون يقعد لك 200 سنه، واكسيد الكبريت تقعد لك 200 سنه. ده الفلورو كاربونز والبايروفلورو كاربونز بيقعدوا بال 10000 سنه، فهو اقل واحد ده الغلبان اللي فيهم هو غاز الميثان، عمره قصير وينتهي يعني. وينتهي لانه خلاص بقى بيتحلل، لكن الغازات الثانيه راكبه، يعني الغازات الثانيه فين على ما عايز 200 سنه عشان تتخلص من اكسيد الكربون والكبريت اللي هي طالعه من الفحم والبترول. وغير طبعا كل بقى انواع البلاستيك، وخصوصا صناعه سلك الكهرباء وصناعه التليفونات وصناعة كل الحاجات اللي فيها خليط من البلاستيك الصعب ده، لا دول بيقعدوا، وطبعا لو فيها خليط حاجات الماجنتيك وكلام من ده، لا بيعدي 10000 سنة، يعني يقعد 10000 سنة ما يتحللش. انت مثلا عندك الـ H2S ده اللي احنا بنقول عليه الغاز الكبريتيد الهيدروجين ده اللي هو ريحته وحشة، اللي هو غاز الصرف الصحي، هذا الغاز بيقعد سنوات، بيعدي 100 سنة. فانت في ده هو زي ما بيقولوا الطيب اللي فيهم هو غاز الميثان، عمره قصير في تسخين الاحتباس الحراري. بس هي بالمناسبه يعني الاحتباس الحراري ظهر لانه قدره الغلاف الجوي على تحمل الملوثات بقت صعبه، او تقريبا فشل الغلاف الجوي ان هو يسرب الغازات. فالست غازات اللي بتسبب الحراره، لان انت عندك الاشعه تحت الحمراء دي بتخش على سطح الكره الارضيه عبر الغلاف الجوي، كانت قبل كده تطلع، ولما تطلع بتطلع بقى في دورات الكون بره وخلاص ما تعملش تاثير، بقت الاشعه الحمراء تتحبس فوق سطح الكره الارضيه وتسخن، بترفع درجه حراره سطح الكره الارضيه. عشان كده احنا سميناها غازات الاحتباس الحراري السته، هي اللي عامله الحبس الحراري مش الشمس، هي دي الست غازات الاحتباس الحراري. وطبعا مشرف في وسطهم الاخ بتاع غاز الميثان. هذه الغازات السته ما عندناش تكنولوجيا لسه في العالم تتخلص منها، او غير انك انت تاخد ممكن 50 سنه عشان تعرف تخفف حجم غازات الاحتباس الحراري، تقوم ترجع زي ما حصل معانا في الاوزون. احنا الاوزون برضو كان يعني حصل فيه رقعة واسعة
ولما بطلنا في نفاذ الاشعه الضاره لسطح الارض، الاشعه فوق البنفسجيه نعم. وكانت بتعمل الاشعه تحت الحمراء برضو بتعمل سرطانات جلد للناس اللي على البحار. لما نجحت البشريه وكان استاذنا الجليل الدكتور العريني هو اللي كان ماسك السكرتاريه الدوليه للغاز في ذلك الوقت، هذه السكرتاريه الدوليه للاوزون اعادت طبقه الاوزون. الاوزون ده عباره عن O3 ثلاث جزيئات اكسجين نعم. فلما تفكه الO3 دي بتفك تتحول لاكسجين، وواحده O ثانيه تاخد ذره كربون تبقى اول او ثاني اكسيد الكربون. علشان ترجعه ترجع انت هذا الفقدان اللي فقدناه غيرنا تكنولوجيات كتير واستغنينا عن كل ما هو يصنع من الزئبق ومن المركبات اللي بتطلع هذا الافساد اللي بتعمل O3. وبقت الأسري دلوقتي الأوزون استردينا طبقة الأوزون، ده اللي بيخلينا كخبراء مناخ يبقى عندنا أمل إن إحنا إن شاء الله البشرية ترجع وتنجح في يعني معركة الاحتباس الحراري زي ما نجحنا في عودة الأسري أو الأوزون، ودلوقتي بيمارس دوره في تخفيف حدة الأشعة فوق البنفسجية المسببة للسرطانات. فإن شاء الله قريبا البشرية في إذا تعاونت وصدقت النية نعم. وإذا يعني إخواننا في الاتحاد الأوروبي وأمريكا وزي ما بيقولوا دول الصناعية الـ20 الأغنية يساعدوا الدول الأفريقية، يعني أفريقيا على بعضها 4% انبعاثات، مصر 6 من 10، فيعني ما فيش داعي أن هم يكتروا علينا ديون تاني. ده احنا بنقول لهم ساعدونا علشان تظل أفريقيا هي الميتيجيشن كونتيننت، هي قارة التخفيف. أمل العالم لما تبص على الخريطة تلاقي كله أحمر ما عدا أفريقيا. أفريقيا هي أملها الوحيد في تخفيف حدة الانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وإن شاء الله تتحقق هذه الجهود الدولية إن خلصت النوايا. بنشكرك شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم دكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي والأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب. شكرا جزيلا دكتور. شكرا، شرفتنا ونورتنا. أشكركم مشاهدينا الكرام على متابعتنا في هذه الحلقة، ونعود نلقاكم غدا في نفس الموعد وحلقة جديدة من القاهرة على شاشة النيل للأخبار بأمان الله.